بناء على الكومبيتيشن اللي هيتعمل 2023 اللي هتبقى على مستوى العالم كله. تبدا الاول من الجامعات تصفيات احسن ناس فاهمين في كلاود كومبيوتنج والارتفيشال انتليجنس، بعد التصفيات دي على مستوى الجامعه بيبقى على مستوى مصر، وفي الاخر التيم المصري بيمثل مصر على قدام دول العالم كلها في مسابقه في الصين. احنا النهارده كنا بنعمل انيشيشن للاي سي تي كومبيتيشن او الكومبيتيشن بتاعت هواوي، ويمكن اهم سنه كان سنه 2019 احنا فزنا بالمركز الثاني على مستوى العالم في الجائزه دي بطالبين من عندنا. احنا الحمد لله في 2020 كنا واخدين مركز الثاني على مستوى العالم التيم بتاعنا، وكل سنه الحمد لله محتفظين بالتوب 5 من ضمن ال 20 واحد بيشترك في المسابقه. الحقيقة المسابقة هي أحد البرامج اللي بنقدمها في منظومة هواوي لبناء القدرات، اللي من خلالها بنوصل لأكبر عدد من التالنتس على مستوى الجامعات المصرية المختلفة، تمهيداً للمنافسة على مستوى شمال أفريقيا ووصولاً للمنافسة على شمال على مستوى العالم. زي كل سنة احنا بنحب نيجي طبعاً MSA، بيبقى فيه تعاون سباق بيننا وبين الجامعة دائماً. عندنا أكبر عدد إنستراكتورز موجودين على مستوى مصر موجودين في MSA. كل عام بنيجي برضو نعمل المؤتمر ده، بنبدأ نعرف الطلبة إزاي يشتركوا في المسابقة وإزاي نقدر نوصل لمراكز عالمية متقدمة.